أكو رسالة يا ولد. نحن عائلة المهندس البحري المتقاعد الدكتور صالح حمود جاسم بطي العيداني، هذا خريج الكلية البحرية السوفيتية مهندس اتصالات، دكتور في التاريخ الروسي من مواليد 10/10/51 مسقط رأس البصرة شط العرب. يقول والدي كان صاحب شركة صغيرة للتنقل بالجادرية بالزوية، وهو نفس مكان سكنه تم اعتقاله من قبل مفرزة مجهولة من المدنيين من دار المذكور أعلى بتاريخ 1/6/16. قمنا بتسجيل ملاغ في مكافحة إجرام المسبح، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. ثم قمنا بتوسط عدد كبير من المسؤولين المعروفين وغير المعروفين من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ونواب البرلمان، وطبعا كل هذه الواسطات لم تكن مجانية بالخير، وأقسم بالله لم يبقى على حالنا حال، إضافة أنه أحد النواب سرق مالنا وما رجعه. أي سرق مالنا وما رجعه، هل هلي انشرح لحد الآن وبقيمة 30,000 دينار. يقول المهم بعد البحث والتحري تبين لنا أن والدي موقوف في أحد السجون السرية. أنا هاي كلمة السجون السرية أخلي عليها خطين وأسأل أنطوني هاي الرسالة طويلة. شو اسمه همام؟ شلونك؟ يا أهلا وسهلا بك، حياك الله أستاذ نجيب. عمو أنت رسالتك طويلة بابا، أنت والدك تم اعتقاله. أولا أريد أبدأ من نقاط بالرسالة، كيف تم التأكد أن والدك الآن موجود في أحد السجون السرية كما تقول؟ وهل هذه السجون الرسمية هي للحكومة أم للميليشيات؟ والله بالحقيقة أستاذ نجم، يعني أولا المصدر ما كل معلومة كان أحد النواب السابقين في الدورات السابقة، يعني نائب هاي الدورة خلصت له قبلها قبلها. أي أي نعم، وما فصح لنا طبعا على المكان مات السجن، يعني الاحتياطات أرمية إيقاف. أي فما بلغنا بالمكان أو نعم. الجهة المعتقلة بس اللي قال لنا يا أنه والدكم معتقل في سجن سري خاص تابع للدولة. زين الدولة ليش تسوي سجون سرية؟ هي شو مستحية لها من واحد؟ والله ما أعرف، يعني أنا جاي زين بس خليني أنت تسأل حتى أنا أنورك. هو هذا سعادة النائب نفس اللي أخذ منك 30,000 دولار وما رجعها؟ نعم. زين أنت شلون تصدق بكذاب؟ هو لو نائب محترم وابن حلال ياخذ فلوسك أخذها مني هذا كذاب النائب، وأتمنى تطيني اسمه على الهواء حتى هسه ما تطي اسمه حتى امسح به القاع عمو. الله يسلمك. تدري ليش؟ شو تسوي بعد؟ تدري ليش؟ هو لانه مو شريف لما اخذ منك فوق ضيمك 30,000 دولار حتى يخلص لحيته يقول لك انا رحت واجيت واكو سجون سريه وابوك موجود بالسجون السريه. هو لو ابوك عد الدوله تستحي منك لو تستحي مني؟ هذا اللي احنا جاي نسأل، يعني احنا لا عم والدنا معتقل ومغير معتقل. هذا النائب الان يسمعني، هذا النائب الان يسمعني، واتمنى عليك ان تقيم علي دعوة، لانه مثل هاي الحثالات يجب ان تنذب السجن. انت شلون تصدق بي بابا وهو ماخذ فلوسك؟ يعني استاذ نجم انت تعرف رجل برلماني بالبرلمان موجود وتعهد بالكلام انه راح يعني يخلص الوالد من هذا الوضع اللي هو بيه ويرجع لنا اياه سالم، والحمد لله والشكر من 2016 ولحد الان الله عليك قل لي اسمه ما وصلنا. ما داعت والدك قل لي بيه اسمه، خلي امسح بيه القاع هسه. تعرضت لمجموعة من التهديدات بخصوص هذا الموضوع، يعني والله مع الأسف. أي نعم. أكو مثل عده هنا بالجنوب يقول فوق ما يكتلك السبع يجرك على الشوك. بس صحيح عمو حبيب قلبي، أنا حاليا العفو أستاذ نجم، حاليا هسه احنا مو موضوعي أنا الفلوس، أنا أطلب مناشدة زين أي. لمعرفة مصير والدي.
هل هو معتقل لدى الحكومة أو غير معتقل؟ خلي يوضحون، خلي أي شخص يقابلنا، يعني السيد رئيس وزراء، نائب رئيس وزراء، السكرتير الفريق ركن محمد البياتي، كونه هو كان صديق وزميل لوالدي قبل 2003. هاي ابشر بيها هذا الرجل الفريق الأول الركن محمد البياتي. والله أنا هذا رجل في كل حلقة إلى ولبرغيف أقدم التقدير، لأنه على أقل تقدير يومين يتابعون وياي، وللأمانة أقولها أمام الجمهور، في مشاكل تجيني أنا ما أعرضها على مدى الأسبوع، ها أعطيهم إياه يوصلوها. أنا إلك علي زين، أتصل بالسيد الفريق الأول وراح أبعث له تليفونه، بغض النظر أن يكون والدك صديقه، هذا الرجل متعاون، حتى عسى أن الله يلتفت عليك ويجبر بخاطرك إن شاء الله. الله يسلمك. وأنا في أي لحظة من اللحظات أخو ابني بابا، في أي لحظة من اللحظات تطيني اسم هذا الجربوع النائب حتى أفضحه، لأنه ذولا يطلعون بالتلفزيون يقلبون الدنيا علينا بالشرف والوطنية والوحدة والمكون والمذهب والاستحقاق والعملية الديمقراطية، وهم يبتزون بالناس مع احتراماتنا للشرفاء. أنا أعني الذي يستغل المنصب ها ويشتغل مع الناس فوق ضمها يبوقون عليها، ويشتغلون مع الدولة ويسولفون على الدولة. إذا أنت نائب واكو سجون سرية بالدولة، ما تطلع تحكي بالبرلمان، ما تطلع تحكي بالتلفزيون، ما تطلع تقول اكو سجون سرية بالهذا، بس بتحت هذا العنوان تروح تبوق أجرب. أنا أشكرك عمو، وبيني وبينك اتصال إن شاء الله.